سفر التكوين لموسى النبي بركته مع جميعنا أمين. وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين مجدا للثالوث الأقدس. وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. الليلة ونحن نجتمع في الكنيسة لنودع عاما مضى ونستقبل عاما جديد، ترتفع التسابيح والترانيم لتعبر عن الشكر والامتنان لإلهنا الذي رفعنا وحملنا كل الأيام القديمة، كما تتعالى الصلوات والطلبات من أجل هذا العام الجديد لكي يباركه المسيح إلهنا بصلاحه. ومن الأمور الهامة التي يجب أن نعرفها أن نظام الأوقات والسنين هو من وضع الله نفسه، يعني توالي السنين ما هواش صدفة، لكن الله هو اللي وضع نظام الأوقات والسنين كما سمعنا من سفر التكوين. جعل أنوار في السماء، الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل، بدوران الأرض حول نفسها يكون اليوم، وبدوران الأرض دورة كاملة حول الشمس تكون السنة. إذن الله هو الذي وضع نظام الأوقات والسنين. ما الحكمة وراء هذا النظام الذي وضعه الرب؟ ليه ربنا حط لنا نظام السنوات؟ وبناء على فهمنا لهذه الحكمة من وراء هذا النظام الإلهي، نستطيع أن نحدد كيف ننظر إلى 2009، هذا العام الجديد المقبل علينا بعد ساعات قليلة. كيف ننظر إليه وكيف نتعامل معه؟ إذا فهمنا الحكمة من وراء توالي السنين هذا النظام الإلهي، نستطيع أن نتعامل مع السنة الجديدة. أولا، الله أسس نظام الأوقات والسنين لكي يقيس بها الإنسان عمره فيقتني الحكمة. كل عنوان هناخده النهاردة هنذكر عنه آية تكون مفتاح لهذه النقطة. إذن النقطة الأولى إن الله أسس نظام الأوقات والسنين لكي يقيس بها الإنسان عمره فيقتني الحكمة. يعني السنة دي هي الوحدة اللي بيقاس بها عمر الإنسان. يعني في الكتاب المقدس نقرأ إن آدم عاش 930 سنة، نوح عاش 950 سنة، إبراهيم عاش 175 سنة، إسحاق عاش 180 سنة، داود عاش تقريبا حوالي 70 سنة. إذن السنة دي الوحدة اللي بيتكون منها عمر الإنسان. موسى النبي يقول في المزمور 90 آية رائعة، يقول إيه: أيام سنين هي 70 سنة، ومع القوة ف80 سنة، وأفخرها
تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني موسى النبي اللي عاش 120 سنة ما كانش بيأمن لطول الأيام والسنين، كان عارف إن الحياة وإن طالت قصيرة، 70 سنة مع القوة 80 سنة، فما يأمنش أبدا لطول الحياة. فبيقول إيه؟ يا رب علمني كيف أحصي أيامي فيكون قلبي حكيم، يعني أعرف إزاي أصرف حياتي بحكمة. ليه؟ لأن السنة دي جزء من حياتي وجزء من عمري. الطفل الصغير النهاردة لما بنوديه المدرسة، أول درس يعلمه له في الحساب درس العد، نعد. أبسط شيء إن الإنسان إيه؟ يعرف يعد. فموسى النبي يقول إيه؟ يا رب علمنا إحصاء أيامنا فنؤتى قلب حكمة. يعني الواحد لما يعرف إنه ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، يكون إنسان حكيم، ما يعملش زي الغني الغبي اللي قال إيه؟ يا نفس كلي استريحي وكلي واشربي، ليه؟ لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. يعني إيه؟ يعني استريحي كده وعيشي زي ما أنت عايزة. ليه؟ ما أنت عندك خيرات كثيرة. هذا الإنسان كان يحتاج أن يتعلم الحكمة لكي يعرف أن يتعامل مع السنين إزاي. لابد أن الإنسان يتعامل معها بحكمة. وبدء الحكمة مخافة الرب. يعني إيه؟ يعني لو عايز تتعامل مع 2009 بحكمة، عيش السنة دي في مخافة الله، خليك عايشها في مخافة الله. بنقول إيه في صلاة النوم إحنا اللي بنصليها وبنحس إن النوم ده رمز للموت؟ فبنقول إيه؟ بنقول لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة. يعني إحنا دينا بنقر في كل ليلة إن العمر مش ثابت والعالم مش مؤبد لينا. وفي صلاة نصف الليل في إنجيل المرأة الخاطئة نقول يا رب أعطني يا نبيع دموع غزيرة كي أستحق أن أبل قدميك اللتين عتقتان من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة. برضو في كل ليلة بنركز على هذا الأمر، لأنه في صلاة نصف الليل ده استعداد لمجيء المسيح، إما المسيح يجي أو أنا أنتقل إليه. فبنقول كده لابد أن العمر ده يقتنى بالتوبة، يكون عمر نقي. السنة دي جزء من حياتنا لابد نتعامل معها باحترام وجدية. الله كان عارف أن الإنسان هيسقط، وعشان كده وضع له نظام السنين عشان ياخد باله من حياته ومن عمره المتبقي، ما يصرفوش في الفاضي وفي الفارغ، لكن يعيشوا في مخافة الله. فلو انت النهاردة عايز تعرف كيف تتعامل مع السنة الجديدة، اعرف ان دي جزء من حياتك لن يعود مرة اخرى، يعني هيذهب ولن يعود مرة اخرى. فلابد انك تتعامل معاه بايه؟ بجدية وبحكمة. وبدء الحكمة مخافة الرب. الانسان اللي هيعيش 2009 في مخافة الله وفي حكمة كأنه بيسحب السنة دي من رصيد السنين الزائلة ويضعها في رصيد الأبدية التي لا تنتهي. في سفر الرؤيا يقول لنا كده انه في أورشليم الجديدة لا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون معه إلى أبد الآبدين. خلاص مفيش شمس ولا قمر، فمفيش لا يوم ولا شهر ولا سنة، في أبدية.
يبقى أنا بإمكاني أسحب 2009 دي من الحساب الزائل وعيشها مع ربنا فتتحطلي في حساب الأبدية التي لا تنتهي. إذن الله أسس نظام الأوقات والسنين عشان الإنسان يقيس بها عمره فيقتني حكمة. الآية بتاعتها إيه؟ إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. السبب الثاني أو الحكمة الثانية من وراء نظام الأوقات والسنين إن الله وضعه عشان يؤرخ لأعمال الإنسان وتاريخه. يعني إيه الكلام دوا؟ في على مستوى حياة الشعوب نسمع كده، في مثل هذا اليوم من سنة كذا حدث كذا وكذا وكذا. حتى عندنا في الكنيسة بنقول إيه في السنكسار، لما يطلع أبونا يجرى السنكسار يقول إيه في مثل هذا اليوم من سنة كذا استشهد القديس فلان، أو انعقد المجمع الفلاني، أو تكريس كنيسة الشهيد كذا. إيه دوا؟ يعني السنة دي بنؤرخ بيها للأحداث الهامة في التاريخ. ف 2009 بالنسبة لك صفحة جديدة بيضاء، ماذا ستكتب فيها من تاريخك الشخصي؟ يعني كل واحد فينا ليه كتاب تاريخ خاص بيه. أنا اتولدت في سنة كذا، تخرجت في سنة كذا، عملت في سنة كذا، تزوجت في سنة كذا. طب بس هو ده الكتاب بتاعك مفهوش غير كده؟ مفهوش أحداث تانية تخص ربنا؟ كل الأحداث تخص ميلادك الجسدي. فرصة ليك في 2009 تكتب أحداث هامة تحسب ليك في تاريخك. والليلة هنتعلم من أحد الأتقياء إزاي كان بيستغل السنين ويكتب فيها أعمال رائعة تحسب له. هذا الإنسان هو الملك يوشيا. يوشيا ده أحد ملوك يهوذا من نسل داود الملك، وهو يعتبر أكثر الملوك تقوى بعد داود الملك. يعني من بعد داود محدش كان قلبه شبيه بقلب داود كده إلا يوشيا الملك دوا. والملك دوا ملك على مملكة يهوذا وهو طفل صغير عنده 8 سنين. عنده كام؟ 8 سنين. في سفر الأخبار الأيام الثاني نقرأ عن هذا الملك أمور عجيبة في التعامل مع السنين. ناخد منها درس النهاردة إزاي نتعامل مع السنة الجديدة. يقول لنا إيه؟ وفي السنة الثامنة من ملكه إذ كان بعد فتى ابتدأ يطلب إله داود أبيه. الله بيذكر له كده بالتحديد إنه في سنة معينة، كانت السنة رقم 8 من الملك بتاعه، يعني كان عنده 16 سنة، إذ كان بعد فتى. إيه اللي حصل في السنة دي؟ أمر مجيد. ابتدأ يطلب إله داود أبيه. الله فاكر له هذا الأمر كويس في السنة دي. طب ما هو قبل كده كان عامل إيه؟ لا نعرف على وجه التحديد كيف كانت حياة يوشيا قبل هذه السنة. يمكن زيه زي الشباب الصغير اللي يقول هو أنا هتكتف مع ربنا من دلوقتي، أنا عايز أتبسط وألعب وهيص وأروح هنا وهنا وهنا. التوبة دي لناس الكبار، في فتيان كتار وبنات كتار بيفكروا بهذا المنطق، من طول ما أنا لسه يعني صغير ماليش دعوة بربنا، ربنا في حاله وأنا في حالي. وللأسف في أسر كبيرة رجال ونساء ربنا غائب عن حياته. يعني ايه؟ مهمومين في الشغل وفي تربية الاولاد وفي الفسح والسهر، وربنا غائب عن الحياة. الناس دي ممكن تكون في ليلة زي ليلة رأس السنة دي تدخل الكنيسة كده نوع من التعود، اتعودنا ان في المناسبات بنروح كده الكنيسة نحضر جزء كده من الحفلة، وليلة العيد نسمع الوعظة ونمشي.
يعني ايه علاقتي بربنا كده طفيفة جدا، ربنا غائب عن حياتي، انا في الهموم وفي المشاغل وبعيد عنه. يمكن حياة يوشيا كانت كده، لكن في السنة الثامنة من ملكه حدث الامر الرائع اللي احنا عايزين نعمله في 2009. ايه هو؟ انه ابتدأ يطلب اله داود ابيه، يعني بدأ يسأل ربنا ده مين، والشريعة ايه، والوصية بتقول ايه، وبدأ يواظب على الهيكل ويتعلم الناموس. احنا عايزين كده في 2009، تحط عنوان كده 2009 وتقول السنة دي نطلب فيها الرب. يعني ايه؟ يعني لو مالكش اب اعتراف ارتبط باب اعتراف، لو بتيجي الكنيسة في المناسبات لا انتظم على حضور الاجتماعات والمشاركة في القداسات الالهية. ابتدي صلي في البيت، ابتدي اقرأ في الكتاب المقدس، اعرف مين هو ربنا، اطلب اله ابائك، اطلب اله مرقس الرسول واله انطونيوس وماكاريوس، اله اثناسيوس، اطلبه. ابتدي خليه يدخل في دائرة اهتماماتك، مش هو ربنا في وادي وانا في وادي تاني. لكن يوشيا لم يكتفي بهذا الامر، في نفس الاصحاح نقرأ عنه انه وفي السنة الثانية عشرة من ملكه، يعني ايه كان عنده 20 سنة، يقول لنا الكتاب ابتدأ يطهر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل. ايه معنى الكلام دوا؟ اصله قبل يوشيا الملك كان في بعض الملوك الاشرار خلوا الشعب يعبد الاوثان ويطلعوا يعبدوها على الجبال والمرتفعات وينصبوا لها تماثيل، وارتبط بالعبادات الوثنية ممارسات غير مقدسة، يعني خطايا وشهوات وامور ما نحبش ان احنا نذكرها، لدرجة انه من ضمن الامور انهم كانوا بيقدموا ابنائهم ذبائح بشرية للآلهة. فلما يوشيا الملك طلب اله ابائه اكتشف ان الكلام ده كله ايه؟ ضد الوصية وضد الله. ففي السنة ال 12 من الملك بتاعه عمل امر تاني عظيم ربنا ذكره لي في تاريخه. ايه هو؟ انه طهر المملكة بتاعته من هذه الخطايا البشعة، هدم التماثيل والسواري وسحقها زي تراب، وطهر البلاد من هذه العبادات الوثنية ومن كل الخطايا المرتبطة بها. كانت سنة تطهير وتوبة. طب انا النهاردة الكتاب بيقول عني ايه؟ مالك نفسه خير من مالك مدينة. يعني انت النهاردة زي يوشيا الملك، ومطلوب منك في 2009 تطهر مملكتك من كل الشرور والقيود والنجاسات. ايه مملكتك؟ قلبك، فكرك، بيتك، غرفتك في الأوضة، جهاز الكمبيوتر اللي في الغرفة بتاعتك، المحمول اللي انت ماسكه، التلفزيون اللي بتتفرج عليه، كله ده لازم يتطهر من الأمور التي تغضب الله. كله ده. يا سلام لو 2009 الله يذكر لك فيها في السماء حينما تفتح الأصفار انه في 2009 فلانة طهرت بيتها من كذا وكذا وكذا، فلان طهر حياته من كذا وكذا وكذا وكذا. يا لها من سنة عظيمة لما نستغلها انها تكون سنة توبة وتطهير. توبة وتطهير من ايه؟
أقول لك من العادات الشريرة، من العلاقات غير المقدسة التي لا يرضى عنها الله، من الإدمان. ممكن أكون مدمن لنوع من الخمور، ممكن أكون مدمن لشهوات معينة وعادات رديئة، ممكن أكون مدمن لبعض الأدوية المخدرة أو المكيفات، ممكن أكون مدمن للنت والكمبيوتر والتلفزيون، ممكن أكون مدمن لمواقع إباحية ومشاهد غير لائقة. كل دوة أفضل شيء إنك في 2009 تعمل زي ما عمل يوشيا الملك، تطهر مملكتك من كل هذه الأمور. ارجع كده لغرفتك النهاردة وقول لا يليق إني أدخل السنة الجديدة وأنا محتفظ بسديهات وشرايط وأمور لا تليق بينا كأولاد لله، وكل ده لازم يتكسر ويترمي. صور معينة، جوابات لعلاقات غير مقدسة، أدوية أو مكيفات من أي نوع، كل دوة ارجع النهاردة إلى بيتك وطهر مملكتك من كل هذه الأمور التي لا ترضى الله. ما يكفيش أنك تطلب إله أبائك، يعني يوشيا الملك في السنة الثامنة طلب إله أبائه، بس ما اكتفاش بكده، عرف ان ربنا ما يتفقش معاه الامور الوحشة دي. حتى متى تعرجون بين ايه الفرقتين؟ يعني الله ما يحبش ساعة لقلبك وساعة لربك، ما يحبهاش دي خدعة من ابليس. فما ينفعش يا يوشيا تطلب اله ابائك وتسيب المملكة فيها كل نجاسات دي. هكذا انا ما ينفعش اجي الكنيسة وقول طب ما انا بصلي، ما انا بروح القداس، وفي حياتي في امور غير مقدسة لابد انها تتطهر، لابد ان اقدم عنها توبة واتركها وانا داخل 2009. ما تدخلش معايا وما يصعبش عليك شيء، كل ما هو ضد الله تخلص منه في هذه الليلة المباركة. ابدأ بدءا حسنا، هكذا يعلمنا الكتاب. ما اكتفاش بكده يوشيا الملك، يبقى الله ذكر لي انه في السنة الثامنة من ملكه ابتدأ يطلب اله ابائه، وذكر لي انه في السنة الـ12 طهر اورشليم ويهوذا، وبيذكر لي تاني انه في السنة الثامنة عشر من ملكه، يعني هو عنده 26 سنة، ماذا فعل هذا الشاب التقي والملك في هذه السنة؟ السنة دي كانت الأعظم على الإطلاق، عمل فيها 3 أمور عظيمة جدا. يقول لنا كده: بعد أن طهر الأرض والبيت أرسل لأجل ترميم بيت الرب. كان الهيكل ماله متهدم ومهمل، لأنه 57 سنة قبليه 2 ملوك وثنيين يعني خربوا بيت ربنا، فهو أرسل لأجل ترميم بيت الرب عشان يقدم ذبائح، لأن بيت ربنا ده هو المكان اللي بيلتقي فيه بالله. وعمل إيه تاني؟ وهو بيرمم البيت عثر على كنز ثمين. ما هو هذا الكنز؟ وجد أصفار الشريعة. هو كانت ضيعة للأسف، كانت أصفار الشريعة، كلمة الله كانت ضيعة من الشعب، أدلها سنين طويلة. وطبعا لما كلمة الله وسفر الشريعة يضيع، الشعب مش بيقرأ كلمة الله، فكل واحد عايش في دنيته ولا دريان ربنا عايز منه ايه، ولا كاتب له ايه، ولا بيعدل له ايه. والامر الثالث انه بعد ما رمم البيت ووجد سفر الشريعة عيدوا بالفصح، العيد اليهودي اللي كان بيذكرهم بالحرية من ارض مصر
والدم اللي حررهم كان مجالهم من ايام حزقية الملك ما عملوش عيد الفصح اكتر من 57 سنة. والمفروض العيد ده سنوي ما كانوش بيعملوه. في هذه السنة عيدوا بالفصح. شوف قد ايه امور عظيمة في سنة واحدة عملها يوشيا الملك. وعشان كده الله ذكر لي بالسنين. يا ترى ربنا هيذكر لك في 2009 ايه؟ هتعمل ايه مهم في 2009 عشان ربنا يذكره لك زي ما بيذكر ليوشيا بالتواريخ ايه اللي عمله. طب انا هرمم بيت ربنا اقول لك اه هو ايه بيت ربنا؟ مش المكان اللي بلتقي فيه بالله؟ طب ارجع لبيتك كده وراجع مع نفسك، هل كل يوم ليك خلوة يومية مع الله؟ بتصلي الصبح لما تصحى قبل ما تنزل مدرستك او كليتك او شغلك؟ بتقرأ كل يوم في الكتاب المقدس؟ قبل ما بتختم يومك بتدخل تلتقي بالله وتصلي؟ لو الإجابة لا، يبقى بيت الرب غرفتك اللي في بيتك دي محتاجة ترميم. المذبح العائلي عايز يرمم. ليه؟ مفيش صلوات، مفيش تسبيح، مفيش ذبائح بتقدم لله في البيت، يبقى ده محتاج ترميم ولا لا؟ يبقى أحسن شيء إن 2009 دي تكون سنة ترميم للعلاقة مع الله. ترجع كده لأب اعترافك أو للمرشد الروحي بتاعك وتقول له أنا عايز أحط نظام أمشي عليه كل يوم في 2009. ما يعديش يوم من غير ما أصلي وأقرأ الكتاب المقدس بنظام وبترتيب. ما يعديش أسبوع من غير ما أصلي القداس الإلهي واتحد بالمسيح في سر الإفخارستية. وأقول لك كمان دور في 2009 على سفر الشريعة، دور على الكتاب المقدس. ليه هو الكتاب المقدس ضايع؟ أقول لك هو مش ضايع فعليا يعني في البيت، لكنه لما يبقى مقفل يبقى كأنه إيه؟ ضايع. يعني لو النهاردة معايا في البيت 5 نسخ من الكتاب المقدس لكن محطوطة للزينة وللبركة في البيت، مش بيتفتحوا، ما كأنه كده الكتاب المقدس ماله؟ كأنه ضائع. ولما الكتاب المقدس يضيع من حياتي أو كلمة الله تغيب عن حياتي تلاقيني كده ماشي في طريق عكس طريق الله. ليه؟ ما أنا مش عارف ربنا بيوصيني بإيه وبيقول لي إيه ولا أي شيء. فياريت 2009 دي تبقى السنة اللي تستعيد فيها العلاقة مع كلمة الله. انتوا عارفين يوشيا الملك لما واجه سفر الشريعة عمل ايه؟ قرأ سفر الشريعة وفوجئ بالفجوة الرهيبة بين اللي ربنا عايزه وبين اللي هم فيه. فمن هول ما قرأ مزق ثيابه وتأثر جدا وقدم توبة لربنا عن كل وصية كسرها ونادم الشعب كله وقرأ على مسامعهم سفر الشريعة. والشعب كله قدم توبة لله وقالوا من الآن احنا لابد ان احنا نسلك كما يقول الرب. بل المفروض 2009 دي الكتاب المقدس ما يتقفلش فيها، كل يوم لابد ان يقرأ فيه كلمة الله عشان اعرف ربنا بيقول لي ايه وبيوصيني بايه، لألا تكون الشريعة ضايعة من حياتي وأنا مش دريان. وكمان عمل إيه يوشيا؟ عيد بالفصح. طب وأنا، طب ما احنا طول النهار بنعيد. أقول لك برضو ممكن تكون بتعيد بطريقة مظهرية سطحية. الفصح ده كان بيذكرهم بعمل الله معاهم، قد إيه الله أحبهم، قد إيه الله فداهم، قد إيه الله حررهم من عبودية فرعون. كدي دم الفصح كان خلاص ليهم. لما بطلوا يحتفلوا بالفصح كل الامور دي نسيوها، نسيوا عمل الله معاهم ايه. لما في السنه دي عيدوا بالفصح عمت الافراح للشعب، تذكر معاملات الله وعرف
قد ايه هو غالي عند ربنا. اقول لك في 2009 برضو ضع هذا الهدف، انك تحتفل بالاعياد بطريقة روحية. ادينا مقبلين على عيد الميلاد، لابد ان عيد الميلاد ده يؤخذ بفكر عميق. يعني ايه المسيح تجسد من اجلي؟ ايه المحبة دي؟ يعني ايه المسيح ولد في مزود من اجلي؟ بعد كده يعني ايه المسيح يصوم 40 يوم من اجلي؟ يعني ايه المسيح يصلب في يوم الجمعة العظيمة من اجلي؟ يعني ايه المسيح يقوم ويصعد الى السماوات ويجلسني فيه في السماويات؟ ايه معنى ده كله بالنسبة لي انا؟ العيد ما هوش تغيير ملابس ولا تغيير اكل ولا لقاء مع الاقارب والاصدقاء، ابدا. العيد وضع لكي يتذكر الانسان معاملات الله معاه. لو العيد ما فيهوش المسيح ما يبقاش عيد. لو العيد ما فيهوش نمو في ايماني ومحبتي لربنا ما يبقاش عيد. لابد ان كل موسم في الكنيسه وكل عيد نحتفل بيه يكون له رد فعل ايجابي على حياتي الروحيه، يكون سبب نمو ليا في محبتي لله وفي ايماني بيه. اخر شيء نقول ان الله اسس نظام الاوقات والسنين لكي يؤرخ لعمله هو. يعني شفنا احنا في المرة الاولى الله اسس السنين يؤرخ لعمل الانسان، ايضا اسس نظام السنين عشان يذكر بما يعمله الله من اجل الانسان. انه في السنة الفلانية المسيح تجسد، في السنة الفلانية المسيح صلب، وهكذا.